سلام. الا كنتي انت ولا انت كظن بان كتاب شمس المعارف كتعتبر اخطر الكتب اللي دازو ديال الرعب والشعوذه، بغيت نقول لك بانك اليوم غتغير الفكره ديالك، لان الكتاب اللي شتلك اليوم فريمون فيه واحد كميه الرعب والسحر والشعوذه اللي غتصدمك. واش راك مهتم باش تعرف شنو هو هذا الكتاب هذا؟ ما عليك الا تكمل لا فيديو حتى الاخر. خلي معك واحد لايك، ابوني وجرس تقاوم لتحت، وحاول تبارطاجي لا فيديو مع جيرانك. مخطوط العزيف او النيكرونوميكون هي الترجمه ديالو باللغه الاغريقيه. الكاتب ديال هذا المخطوط هذا هو واحد الشاب من اصول عربيه، الاسم ديالو هو عبد الله بن حضرات. هذا عبد الله بن حضرات كان معروف بالجنون ديالو، كانوا كيظنوا الناس ديال القريه اللي ساكنين معاه انه واحد الانسان اللي مسكون حمق شي حاجه بحال هكاك، يعني ما كيديوهاش فيه نهائي. السيد هذا كان كيسال العالم كامل باش يقلب على الجن وياخذ منهم ديك الامور ديال السحر والشعوذه، لدرجه انه مشى لواحد الصحراء كتسمى بصحراء الربع الخالي، وحاليا كتعتبر اكبر صحراء دازت في التاريخ، يعني اكبر صحراء كاينه هي صحراء الربع الخالي اللي كاينه في الدول العربيه وقريبه من السعوديه. الطريقه ديال الموت ديال عبد الله بن حضرات كانت غريبه بزاف، والناس اللي كانوا كيشهدوا لان كان كيتصارع مع واحد الوحش اللي كان كبير، وداك الساعه التهمه كامل وضح النهار، يعني في النهار كلاه كامل وهما كيشوفوا داك الشيء قدام عينيهم، بسبب انه كان كيتعامل مع الجن وكانت المعامله ديالو قاسيه مع الجن، يعني ما كانش كيتعامل معاهم مزيان، وداك الشيء داروا ليه هذيك العقوبه ديالو وداك العذاب ديالو في نهايه الحياه ديالو. انت ما وقع حتى واحد يقدر يقرب داك المخطوط العزيف ولو انه كان محطوط في المنزل ديالو، حتى واحد ما كان كيقد انه يقرب ليه. من بعد جا واحد الراجل الاسم ديالو تيدور فيلاتس، وخد هذا الكتاب وترجمه للغه الاغريقيه وسمى بالنيكرونوميكون. حاليا العزيف مشات وطفقت النيكرونوميكون اللي بقاو كيتعاملوا معاه الناس، لان مخطوط عزيف من بعد ما ترجم تم الحرق ديالو ما بقاش ليه ظهور نهائيا. تقول بان الاسم ديال النيكرونوميكون الى رجعنا للاصل ديالو كيعني كتاب الموتى وكتاب اسماء الموتى. هاد السيد هذا اللي ترجم هاد مخطوط عزيف كان كيقول لهم بان الجلد ديال كتاب مخطوط عزيف كان مصنوع من جلد الناس ميتي. مخطوط عزيف او كتاب النيكرونوميكون شنو كيحتوي فيه ولا شنو متواجد فيه؟ تقولوا فيه ان هذيك الامور المتعلقه بالسحر والشعوذه، يعني كيفاش تسحر الانسان، كيفاش تتعامل مع الجن، كيفاش تحضر وكل ما يتعلق بالجين. كان كاتبه مع عبد الله بن حضرات في الكتاب ديالو. هذا الكتاب هذا كيتقسم لسبعة اجزاء وفي شي 900 صفحه. الكتاب ديال النيكرونوميكون بقى كيتداول عند بزاف الناس، وكل مره كينتقل عند الساحر. حاليا ما بقى حتى نسخه لهذا الكتاب هذا، وتحرقوا جميع النسخ. حتى الواحد العالم كان كيبحث على هذا الكتاب باش يقدر يلقاه، ولكن ما بقاش ليه وجود نهائيا لا في المكاتب العربيه، يعني المؤرخين العرب والمؤرخين الاجانب حتى واحد ما بقى فيهم هذا الكتاب نهائيا. المهم حاولنا نعطيو واحد الوصف ولا واحد المعرفه على مخطوط العزيف. فقول لي شنو الراي ديالك في هذا الشيء اللي قلت دابا في الكومنتيرات. خلي معك واحد لايك وابوني وفعل الجرس. فيديو حلينا سهلا، تهلا اليوم.